الرسالة اللي غنوجهها للآباء والأمهات هو أن هذا الأستاذ راه عنده ولادو كذلك كيقراو في المدرسة المغربية، عنده خوتو كيقراو في المدرسة المغربية، ولكن للأسف هذه الوزارة لا تؤمن إلا بمنطق القوة ومنطق الضغط، ونحن سنصعد وسنضغط ثلاث أيام هذا الأسبوع، ثلاث أيام مرة أخرى باش نأكدوا للمغاربة كاملين بأننا كنا كنديروا وقفة في الاستراحة، الوقت اللي الأستاذ خصو يمشي يسترح باش يقرر الحصة المقبلة، كنا كنديروا الوقفة، ما يكذبش علينا شي واحد ويقول لنا بأننا كنا كنضيعوا أولاد الناس، اللي مضيع أولاد الناس هو هذه الوزارة، هذه الوزارة الوصية اللي جايبة ناس للأسف كيحكموا ما عارفش حتى القطاع، يجيو يقول الأستاذ بأن 60 درهم اللي كياخذها أستاذ مستوى السادس وكياخذها أستاذ تعليم ثانوي إعدادي في التاسعة، هاد 60 درهم غادي نديروا بها لاباس وغادي نغيروا الوضعية ديالنا. كنجيو نأكدوا اليوم بأننا ما جيناش نوقفوا على أننا نسقطوا نظام المآسي فقط، هاد النظام المآسي ما كنناقشوش أصلا، مرفوض مرفوض. علاش ما استشرناش فيه؟ ما استشروش مع الشغيلة التعليمية، ما استشروش مع النقابات النزيهة. إذا بالتالي كنجيو نأكدوا بأن المطلب ديال الأول ديالنا هو أولا زيادة في الأجور بنسبة 100%، ما غاديش نقبلوا زيادة في الأجور بنسبة 10% وديرها لي 3 سنين قطعة. سالينا مادام رفعتي الأسعار، ضربتي المازوت وليصاص ضربتي تمام بجوج، كان المازوت ب 7 درهم ولا المازوت ب 14 درهم، كان ليصاص ب 8 درهم ولا ب 16 درهم، البطاطا ولا المواطن المغربي كيشريها ب 260. هاد المواطن اللي كيقول كنضيع ولادو، حنا جينا نغوتو على الحق اللي ما قادرش هو يغوت عليه وما غايقدرش يضع عليه اكيد لحقاش ما مرضوش. وبالتالي هاد راجل التعليم راه كان كيدير وقفه يوم الاحد، يوم الاحد ولكن ما كيتسوقوش ليه. علاش؟ دول متقدمه يكفي انك دير الشاره يجيو يوقفوا معاك، يجيو يتفاوضوا معاك، هنا للاسف كدير نهار وما كيسولوش فيك، كدير يومين وما كيسولوش فيك. اذا حنا مضطرين للتصعيد، لسنا هواه الاضرابات ولسنا هواه الاعتصامات ولسنا هواه الوقفات، هذا حق وماشي نطلبوا غير حقنا. اذا كاين ملفات عالقه ما يقولوش لنا باننا جايين كنطلبوا تجويد النظام الاساسي، هذا كذب. نظام اساسي مرفوض اصلا لا يقبل التجويد، حنا جايين قبلو جايين نطلبوا ان هذه الملفات العالقه جميعا تحل. 18 تنسيقيه الوقفه اليوم كلها كطالب حقوقها، هذه اتفاقات وقعات بين الوزاره الوصيه وبين الحكومه وبين المركزيه النقابيه وبين الباترونه، وللاسف الدوله كتلتف على هذه الاتفاقات. المطلب الثاني اللي كنهضروا عليه كاملين وعارفينه الاسر المغربيه كاملين هو ان هاد الناس كيحاولوا ما يمكن يرفعوا الوتيره ديال الضغط على الاستاذ اعتمادا على المقاربه الضبطيه والزجريه باش نوليو نقولوا يا ربي رجعوا لنا النظام الاساسي تاع 2003، هاد النظام اللي اصلا كنا رافضينه كامل كذلك نسخه تبقى الاصل، ولكن كيصعدوا معاك باش تنسى المطالب الاساسيه اللي جاي عليها، وكيخرجوا لك اشباه المناضلين اللي كيحاولوا يقزموا الملف المطلبي تاعك، وكيخليو ان يجي السيد رئيس الحكومه وحكا راه يحاولوا يديروا تجويد تاع النظام الاساسي، ونشوفوا القضيه تاع زياده في الاجور ونشوفوا معاكم ما عرف اللي جايه مستقبلا خطيره، وهي ان السنوات التقاعد غادا تزاد، ايولي الاستاذ اللي كيخدم في المهنه ديال التعليم مهنه الاعصاب ايولي يدير لي كوش عاد يدخل الاقسام 65 سنه، ايولي التقاعد تاعو هو 6.5، ايولي القانون التكميلي للاضراب لا يولي الاضراب شبه مستحيل، لا بغيتي دير اطلاب اضراب حتى تجيب 95% ديال الشغيله وتسني معاه تعطي لوتوريزاسيون عاد دير اضراب. اذا جينا نكذبوا تصريحات المغلوطه راه ماشي نتوما اللي تخرجوا تكذبوا، حنا اللي نخرجوا نكذبوا، كنقولوا على الاساتذه كيتزايدوا، اساتذه ما كنقولوش لهم نظفوا الطواليطات، اساتذه ما كنقولوش لهم نظفوا الاقسام. اذا اتحداك وانا نقدم اليوم الاستقاله، لا ما كانتش فرعيات هنا كاينه في المغرب اللي ما فيهاش منظف، ما كايناش منظفه، شكون اللي غينظف 200 تلميذ كيدخل الطواليط، والطواليط للاسف كتلقى ما كاينش الماء. بلا ما نهضروا على المؤسسات اللي محيط ليها الضوء، لحقاش الدوار سارق الضوء، الدوار سارق الضوء كيسقي به، إذا غادي نقطع الضوء للدوار وغادي نقطعوا المؤسسات التعليمية في سنة 2023، باقيين كنهضروا على الضوء والماء، شنو ربحنا من هاد 73.9 مليار اللي دخلت الميزانية تاع التعليم في 2024؟ ربحنا حاجة واحدة هي أننا كنا كما قلنا كنا كنافيطيو ب 50 درهم باش نوصلوا للعمل ديالنا، ولينا كنافيطيو ب 150 درهم. هاد الموظفين تاع الدولة لا كيدعيو المواطنة وكيقولوا الأستاذ كيتزايد، نحن نعلم أنهم كينافيطيو الطوموبيلة تاع الدولة، من الطوموبيلة تاع الدولة كينافيطيو من مدينة لمدينة، وهذا الشيء بشهادة الجميع إلا الأستاذ، الأستاذ اللي كيركب في تريبورتور ويركب في كروسة ولا تلقات ليه صرفة تاع الكلاب الله يرحمه، الأستاذ اللي كيدير أوتوستوب في لوطوروت، علاش؟ لحقاش لا بغا يوصل للعمل ديالو خصو يخسر 200 درهم، شنو دار هذا الأستاذ اللي جايب ليه مدرسة في لوطوروت؟ لا بغا يخلص لوطوروت خصو 100 درهم ولا يعطيكم
امثله راه ماشي كنزيدو مولاي بوسلام لا لا ميمونه اساتذه باقي واقفين دابا لا مشيتي ندير اوتو ستوب اوتو ستوب فلوتوروس للاسف الرساله للاباء والامهات كنقول لهم اولا راعيكم بناتكم راعيكم بناتكم في التعليم لحقاش التعليم كيمشيو لي غير ولاد الشعب اكيد ان بنتك غادي تعاود لك الظروف اللي كتشتغل فيها غتعاود لك بانها كتخسر 1000 درهم في الفوتوكوبي وفي الماركر وكتخسر من جيبها باش تفرح هذوك ولاد الشعب اللي كيقولوا باننا ما كنحنوش فيهم غتقول لك باننا درنا شارات السوداء لمده شهر غتقول لك باننا في الصباح تاع العيد ناس معيده وكضربوا الفاف وحنا دايرين وقفه هنا امام الوزاره لحقاش كنا متوقعين هذا الشيء ماشي مفاجاه الوقت اللي كان الناس كدوز صيف للاسف المنتجعات حنا درنا الوقفه هنا في واحد غشت هنايا اذا كنا متوقعين هذا الشيء ما صدمناش كنعرفوا بان الوزاره ديالنا تستثمر في الازمات جات زلزال تاع الحوز وقفنا حنا برنامج نضالي ولكن هي ما وقفاتش برنامج تحسوفه تاعها بغات تستغل الفرصه زلزال وما نقصوش المازوت واش هادو غيحنوا فيك زلزال وما نقصوش حتى لوطورو تعطاو للناس مجانا كيفاش غيحن فيك انت رجل تعليم اللي باقي كتخلص ب 5000 درهم مخزني غيتخلص ب 4500 ما كنحقروش من المخزني ولكن الاستاذ العمل تاعو ما كيوقفش في الباب تاع القسم الاستاذ ملي كيمشي كيدي معاه 4 سيكان عامرين بالدفاتر والكتب باش يصححهم الاستاذ اللي كيقول العقل الوزير كيقول كيتعوض واش كيتعوض على تصحيح يومي كيتعوض على اوراق كتجي مره في السنه وجوج درهم الورقه حشومه عليك تجي تقول جوج درهم يا غتحسن الوضعيه تاع الاستاذ